صلاتي أصغي إلى تضرعاتي بأمانتك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتبرر قدامك حي لأن العدو قد اضطهد نفسي سحق إلى الأرض حياتي أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر أعيت في روحي تحير في داخلي قلبي تذكرت أيام القدم لاهكت بكل أعمالك بصنع يديك أتأمل بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة أسرع أجبني يا رب ثنيت روحي لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب أسمعني رحمتك في الغداة لأني عليك توكلت عرفني طريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي أنقذني من أعدائي يا رب إليك التجأت علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستوية من أجل اسمك يا رب تحيني بعدلك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتبيد كل مضايق نفسي لأني أنا عبدك من أجل اسمك يا رب توحيني بعدلك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتبيد كل مضايق نفسي.